بقدر ما تكون البحار فاتنة بقدر ما هي خطيرة، فهذا البساط الأزرق يحوي الكثير من الحيوانات الخطيرة، لهذا ينبغي لنا أن نكون حذرين وعلى علم بها لنتحاشى ملاقاتها، لا سيما ونحن نغوص في عرض البحر. يوجد الكثير من الأسماك المسالمة والعديد من الأسماك والكائنات البحرية المتوحشة، والتي تعد خطراً على الكائنات البحرية والبشر أيضاً، حيث تتميز هذه الأسماك والكائنات بالأسنان الحادة وحاسة الشم القوية، التي تمكنها من اصطياد فريستها بسهولة بالإضافة لاحتواء بعضها على السم. وتشمل الحيوانات المائية عدد كبير من أنواع الحيوانات الفقارية واللافقارية، وتتميز الحيوانات المائية بخصائص ونظام داخل متكيف بشكل كبير مع الحياة تحت الماء، فهي قادرة على التنفس من خلال الماء وذلك عن طريق الخياشيم الموجودة في جسمها. وهناك حيوانات مائية تعيش في البحار والمحيطات، ويطلق عليها حيوانات المياه المالحة. وبالمقابل يوجد حيوانات المياه العذبة، المهددة بالصيد الجائر والبيئة الهشة. وأغلب الحيوانات المائية تقوم باستخراج الأكسجين من الماء أو التنفس عن طريق الجلد، أو الهواء الطبيعي كالحيتان وأبقار البحر. ومن الحيوانات المائية ما هو مفترس وخطير، وسيتم الحديث في هذا الفيديو عن أخطر الحيوانات المائية المفترسة. يتم تصنيف الحيوانات المائية ضمن عدد من الفئات المختلفة التي تختلف عن بعض عن طريق حركتها ومكان عيشها وحجمها، حيث تنقسم الحيوانات المائية إلى ثلاثة فئات، وهي العوالق، وتعد أصغر الكائنات الحية المائية، حيث إن هذه الكائنات المائية لا يمكنها الحركة من تلقاء نفسها، وتعيش هذه الكائنات مياه البحار التي يصلها الضوء، وتنقسم إلى قسمين رئيسين، وهما العوالق النباتية، التي تشمل البكتيريا والطحالب التي تستخدم أشعة الشمس من أجل صنع الطعام، والعوالق الحيوانية، وهي عبارة عن حيوانات صغيرة تتغذى على العوالق النباتية. ميكون، وهي الحيوانات المائية التي يمكنها التحرك من تلقاء نفسها، وذلك باستخدام أجسامها الانسيابية وزعانفها القوية التي تمكنها من السباحة بسهولة في الماء. وتعيش هذه الفئة من الحيوانات المائية في المناطق المائية والمناطق الفاصلة، وتتغذى هذه الفئة على العوالق وحيوانات النيكون الأخرى. البنتوس، وهي الحيوانات المائية التي تعيش في قاع المحيطات وتزحف في الرواسب المائية، ومنها الإسفنج والبطلينوس وسمك القواقع. القرش الأبيض العظيم، ويعد أشهر المفترسات المائية، وهو من الأنواع الخطيرة جدا والدموية، وهو من الحيوانات أكلة للحوم، ويصل طوله إلى 15 قدم، ومن بين الخصائص التي تجعل منه من أكثر الحيوانات المائية خطورة هي قوته الكبيرة وسرعته العالية في السباحة، وأسنانه الكبيرة والحادة وحاستها الكبيرة على الشم وتعقب الفريسة. يعتبر بعض العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحمة البحرية، وأحد أبرز مفترسات الثدييات البحرية المعروفة قديما وحديثا. تقتات هذه القروش على طائفة واسعة من الحيوانات البحرية غير الثدييات اللابرية، من شاكلة الأسماك وزعنفيات الأقدام والطيور البحرية، وهي الممثل الوحيد الباقي لجنسها، ألا وهو جنس القروش المسننة. والآن النوع الثاني أشد خطورة، ستونفيش، وهي الأسماك الحجرية، وتعد المثال الحي على أن الخطورة ليست في الفك والحجم، فهذه السمكة من أكثر الحيوانات المائية خطورة وسمية، ويبلغ طولها بضع بوصلات ووزنها حوالي 5 أرطال فقط، وهي من الحيوانات التي تتمتع بقدرة عالية على التمويه والتخفي، وهي من الأسماك السباحة ذات السرعات العالية التي تهاجم فريستها وتستخدم السم الموجود في أشواكها.
توجد السمكة الصخرية بالإنجليزية ريفس تونيفش في البحر الأحمر والخليج العربي وفي الحيد المرجاني العظيم والمحيطين الهادئ والهندي، وهي من أكثر الأسماك البحرية سمية، وتسمى الوحر في منطقة الخليج وأبو اللبن في الأردن وفريال في سلطنة عمان. أحبائي، هذا فقط الجزء الأول من الوثائقي، فإن أعجبكم الموضوع وجودة الفيديو، سوف نعرض لكم الجزء الثاني إن شاء الله، ولهذا نحتاج دعمكم للقناة، وسوف يصلكم أجمل المواضيع، وشكرا لكم.